دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقايه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره على اغلب الانحاء. الطقس هيكون بارد نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل للبروده على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء. في أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. هو ايه الجو البرد قوي ده؟ هو طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، يمكن احنا نوهنا اعتبارا من اليوم هيكون صحيح. في تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، مع تعمق المنخفض الجوي كمان الموجود في طبقات الجو العليا هيكون في طبعا كتل هوائيه معظمها من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل الهوائيه دي منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فبالتالي من اليوم هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. الانخفاض ده هيكون بمعدل من درجتين لثلاث درجات على اغلب الانحاء. يمكن احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 16 درجه مئويه خلال فتره النهار، وتعتبر اقل درجه حراره متوقع ان احنا نسجلها منذ بدايه فصل الشتاء. مع انخفاض قيم درجات الحراره كمان اليوم هيكون في نشاط نسبي للرياح، وجود نشاط للرياح واللي سرعاته هتختلف من محافظه لمحافظه هو موجود في اغلب محافظات الجمهوريه. سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 الى 45 كيلو متر على الساعه، ده هيؤدي لمزيد من الاحساس بالبروده، يعني احنا 16 درجه مئويه المتوقع تسجيلها احنا هنحسها لو تكون 14 او 13 درجه مئويه، وده طبعا هيؤدي الاحساس بالاجواء البارده اكتر فتره النهار. اجواء بارده على اغلب محافظات شمال البلاد، نقدر نقول مائله للبروده على شمال الصعيد، كافيه على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن طبعا اغلب محافظات الجمهوريه فيها انخفاض في قيم درجات الحراره. كمان فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس هيكون ايضا في مزيد من البروده، مزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره، اجواء شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن كمان خلال الايام اللي جايه تكون قارصه البروده بشكل كبير، لان الايام اللي جايه متوقع استمرار الانخفاض في قيم درجات الحراره اكتر ومزيد من الانخفاضات كمان فترات الليل ان شاء الله. بالاضافه كمان ان اليوم نشاط رياح، مع ان هو هيحسسنا بانخفاض قيم درجات الحراره، هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 3 الى 4 متر. البحر المتوسط اليوم مضطرب جدا، غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. بالنسبه لفرص سقوط الامطار، طبعا تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيزود كميات الامطار على المحافظات الساحليه. اليوم امطار متوسطه الى غزيره، ويمكن كمان تكون رعديه احيانا على بعض المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. ويمكن خلال الساعات الماضيه بدات الامطار بشكل كبير على محافظه مطروح ومحافظه الاسكندريه، ومتوقع طبعا استمرارها على مدار اليوم. الامطار ايضا هتمتد للمحافظات الداخليه اليوم، وتكون امطار متوسطه على مدن القناه وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد كمان الامطار دي هتمتد للقاهره الكبرى يا فندم؟ بالفعل الامطار اليوم هتمتد لمناطق متفرقه من القاهره الكبرى، هتكون امطار خفيفه في مجملها، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن، لكن تماما مش هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه. تاثير الامطار اكثر هيكون في المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، خاصة ان في استمرارية لسقوط الامطار، يعني احنا متوقع استمرار الحالة الجوية اللي فيها امطار بشكل الغزير هتستمر معانا حتى يوم الخميس المقبل ان شاء الله. الاجواء اللي فيها انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة مستمرة معانا على مدار الاسبوع كله، فلازم ناخد احتياطاتنا بشكل كبير، وخاصة في المحافظات الساحلية المتوسطة.
تطل على البحر المتوسط اثناء سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، شاشات الكهرباء، الواح الاعمده المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، القياده تكون بهدوء تام، لان احنا وارد يكون في تجمع المياه في بعض المناطق، لكن احنا طبعا في توافق بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه عشان طبعا نتجنب اي ازمه ممكن تحصل. بالاضافه كمان لازم الملابس الشتويه الثقيله على مدار اليوم كله، وخاصه في فترات الليل متاخر، فترات الصباح الباكر، لان احنا بناكد هيكون في مزيد من الاحساس بالبروده خلال الايام المقبله ان شاء الله، وطبعا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. اكيد طبعا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه. معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 16 الصغرى 12، العاصمة إدارية 16 11، إسكندرية 16 11، العلمين الجديدة 17 10، مطروح 16 11، دمياط 17 12، بورسعيد 18 12، إسماعيلية 17 11، السويس 16 11، العريش 18 10، كاترين 11 1، طابة 16 12، حلايب 22 16، شلاتين 22 15، شرم الشيخ 21 14، الغردقة 21 14، الفيوم 17 8، بني سويف 18 7، الوادي الجديد 20 8، اسيوط 19 6، سوهاج 20 8، قنا 20 9، الاقصر 21 9، اسوان 22 10. وحبينا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، لكن طبعا خلوا بالكم خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، لأن الأجواء شتوية باردة جدا خلال الأيام اللي جاية حتى يوم الخميس القادم بإذن الله. نخلي بالنا واللي ما وراهوش حاجة ما ينزلش فعلا، إن الأجواء باردة جدا علشان ما نتعرضش للنزلات البرد، ونحافظ على أولادنا وكبار السن. هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى عشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك. شكرا يا دينا.